هذه اصلا ليله عيد الميلاد عندها سفر، وقلنا نسبقوا الاحداث بنهار او يومين ما فيها باس، وبتشاور مع بعض الفانز يعني ديالها المقربين خديت هاد البادره، وكانت بالنسبه لها هاد النهار عاد علمناها يعني شتوها ما جات لا ما هي الا ولا، ولكن كانت بالنسبه ليها شي حاجه شوك وميم طون وفرحه. اول شيء انا جيت سعيده بالحضور ديالي، والاول مره يعني للعيد ميلاد ابتسام تسكات، وكنتمنى ليها التوفيق ومزيد من النجاح، وكاع هادشي اللي وصلت له كنتمنى ليها ان شاء الله يعني تحصد مزيد من نجاحات اخرى ان شاء الله. وراني جيت سعيد بالحضور ديالي في عيد ميلاد الفنانه الكبيره المغربيه ديالنا ابتسام تسكت. كنقول ليها جويز انيفيرسير، كل عام وانت بخير ان شاء الله، مزيد من التالق والعطاء، وحنا اليوم رانا معها باش ننشطوا معها شويه ونحتفلوا بها. سيربريز اليوم كنت متوقعه ان تكون شي حاجه، ولكن ماشي بهذا يعني كنت كنقول ممكن يديروا لي سيربريز هكا في العائله كيفاش كيقولوا لها يعني صغيره، دونك تصدمت، وفي نفس الوقت عجبني الحال وما عجبنيش حتى ما كنت قاده. دونك كان احساس زوين حقاش لقيت ناسي، لقيت جمهوري هنا، لقيت عائلتي، لقيت المانجر ديالي اللي هو نظم هذا الشيء كنقول ليه شكرا واخا عليه من بعد.